مين في برا فرهاد؟ في يتار والأخرس. بما أنك عم بتقول يتار، معناتها علاقتكن على حالة. لا تشغلي بالك، عادي، ما في شي مهم. فرهاد، بتضل أمك، مو ناوي تسمع لها مرة؟ مو من حقها أنها تشرح لك وجهة نظرها؟ يا جيت حط خطة أساساً، وحاول أنه يجمعنا عنده بالصدفة. مو اتصل وقت كنا بالسيارة مع بعض؟ قال تعا وأنا بشرح لك مشكلتي ومن هالحكي. رحت لقيتها هنيك. ايه؟ شو ايه؟ الاثنين عرفوا الجواب تبعي. فرهاد، حاول انك تسمعها، شوف شو اللي عندها لو سمحت، بلكي هي في عندها حق من وجهة نظرها. حق شو بقى؟ انها كانت تحب هادي اللي اسمه نامر؟ لو حبت ابي ما كان صار هيك. اذا الماضي ما تركنا بحالنا، ما رح ننبسط، رح نكون مبسوطين. انا بوعدك من هلا ما حدا رح يوقف بيوشنا. انت اللي عم بتقول هيك؟ انا الخوف يلي عشته من اني افقدك كان كافي، مشان هيك ما رح فارقك بعد هلا. وانتي ما فيكي تروحي لمحل بدوني، عم تسمعيني؟ عم اسمع. برافو. آه، شو صار؟ في شي انفجر جواتي مثل الرغوة بالضبط، ما بعرف شو. شو يعني رغوة؟ شو بيعرفني فرهاد، هي أول مرة بصير معي. انتي دكتورة شي. كيف ما بتعرفي؟ ايه دكتورة، بس ما بعرف، هي أول مرة بتصير. ايه استني، رح نادي الممرضة. لا تتلبك. وين الممرضة يا أخرس؟ صار شي ابني؟ صار شي ببطن أصلي قال رغوة ومدري شو، ما فهمت. الحمد لله فرهاد، الولد عم يتحرك الحمد لله. فوتي شوفيها لكان. وين راحت الممرضة؟ أصلي؟ عم يتحرك شي غريب كتير. أنت منيحة؟ إيه منيحة منيحة. وقفي وقفي، خليكي هادية شوي. أنا حاسة فيه. شو حسيتي فيه؟ ايه حسيت حلو كتير. ايه الحمد لله، شي كتير غريب، المشاكس عم يتحرك براحته. هلأ رح تحسي انك ام اكتر من قبل، ابنك بلش يحكي معك هلأ. مزبوط كلامك، مرحبا ابني، كيفك؟ هيك بيعمل لما بيكون بهالعمر. فرهاد لما تحرك ببطني للمرة الاولى استغربت كتير وتحمست، بس ما فهمت شو عم يصير. إحساس غريب كتير وحلو كتير بنفس الوقت. بس بتعرفي حبيبتي، إذا أنتي ما غلطتي مثلي بحق أولادك، ابنك بعمره ما رح يدر لك ظهره، بتعيشوا كل عمركم مبسوطين. لا بقى تقولي هيك، بترجعكي كل شي رح يتغير، صدقيني شي مرة ممكن. تعرف شو عم قول لحالي؟ أنا رح أحكي لشرطة المشفى، خليهم يقبضوا عليها إذا أجت. بس لا تتحسن أصلي رح أقدم شكوى ضده. كل شي بيتعقد بس يتعلق بنامق أمير خان. جنيد وجليدة كانوا رح يهربوا مع نامق أمير خان، شكلهم بيوثقوا ببعض. بس عملنا خطة مع النائب أوغوز، رح يجي لعنا برجليه. عملوا يلي بتشوفوا، بالنسبة إلي أنا سكرت دفتر نامق، حي أو ميت ما عاد يفرق معي، بكفي إنه تكون أصلي واللي ببطنه بخير. معقول أخي يتغير لهالدرجة هاي؟ عن جد مو فارقة معك؟ مو عملت خطة لتمسكه؟ روح امسكه واستمتع بهاللحظة، ما حدا بيسبقك بوضع الخطط. انت مو عملت خطة لتجمعني ببيتك انا ويتار؟ اخي حلال عليك. بس الخطة ما نفعت. ايه بالضبط، خود امك معك وروح هلا، استغيبوني قد ما بدكن على الطريق. صح بتتغير، بس بتضل عنيد مثل ما انت يا اخي. ما راح اتغير بالمطلق اخي.
تحرك مرة تانية؟ لا حضرته ما تحرك مرة تانية. ايه خليه يتحرك. بلشنا أوامر؟ بدك تتعود يا ابني، أبوك كتير بيحب يوجه أوامر، عود، قوم، كول، روح، تعا، تعود على هالشي، أنا تعودت عليه، الشغلة بدها وقت بس ما فيك ما تنفذ. لا تحرضي ابني ضدي هيك. لا حبيبي، ليش لحتى حرض ابنك ضدك؟ بس رح تشوف بعد هلأ أنا وياه شو رح نعمل فيه. يعني رح تحاصريني أنت وياه؟ هيك شي. لا ترد على أمك ابني، رح نركب الموتور أنا وياك ونروح نحضر مباراة. أنت عم ترشي يعني؟ أنا ما بعطي رشوة لابني. ليكو تحرك. حسيت؟ بيضحك كتير. فيكي تقوليلي ليش أصريتي على الطلاق؟ الدكتورة قالت لك خليكي بس ما بتردي، عم تهربي هيك علينا. شو أعمل؟ كتير مليت من النوم. ماشي بس يلي عم نعمله مانو صحيح. شو بصير إذا بتقول مرة واحدة ماشي مثل ما بدك حبيبتي؟ أنا رح أعمل مثل ما بدك يا حبيبتي الحلوة. قول هيك شي مرة كرمال. رح صير قول. شوفي أخرس؟ روح لعندهم الهيون ونحن منطلع من هون ومنهرب. يلا. مين أنا؟ إيه أنت؟ كيف بدي الهيون؟ شو أعمل يعني؟ عادي قلهم بطني واجعني، راسي واجعني، اعمل أي شيء. يلا روح الهيون، أنت ما في منك، رحت الهيون. يلا. ايه انت قلي شو رأيك؟ خير خير سلامتك دكتور. خير؟ انا كثير تعبان هون عم يوجعني. بسيطة بسيطة ولا يهمك، نحن اطباء توليد، هلأ لازم تطلع الطابق الرابع قسم الداخلية. ما فهمت. نحن مو اختصاصنا هيك حالات. ليش مو كلكم دارسين طب يا دكتور؟ بلا بس مو اختصاصنا. تمام ماشي، رح اطلع لفوق لكان. شكرا لكم. عليك العافية. بوشو غير دكاترة نسائية وتوليد. انت خليتي الزلمة يكذب بسببك. وإذا يعني هو ياما كذب مشانك، خليه كذب مشاني هالمرة. شو فيها بيطلع لي عنده كتير عادي. يا إلهي هون الدنيا غير. مو المشافي مكانك خير. إن شاء الله. لا تقول هيك، وقت بكون دكتورة وعم شوف شغلي ما بشعر هيك، يعني ماشي الحال، بس وقت بكون مريضة صعب شوي. شكلك مو حابة تروحي على البيت هلا. تروحي على البيت الحجري؟ لا منروح على البيت. عم تحكي جد؟ ايه عم احكي جد، بكفي نهرب ونتخبى، الوضع احسن من قبل. خلينا نروح على بيتنا ونعيش اللي بدنا نعيشه هني. انا موافق. والله شكلنا رح نتفق على الاغلب، انا هيك عندي احساس. في إلنا قعده طويله، اطلعي لشوف. تفضلوا. شكراً هوليا. شكراً إليك هوليا. ألف صحة. وأنا شو قال الأخرس غير هيك؟ ما قال غير هيك، يعني قال لو السيد فرهاد شاف الرسالة متأخر شوي كانت جولي دقتلت أصلي. مو معقول قديش في ناس غريبين بهالدنيا. أنا قلت لك من قبل بس أنت ما كنت تصدقني بالمرة. طلعت البنت جاية تقتل خالتها اللي ما إلى غيرها، وكانت عم تتعاون مع جنيد كمان. وشو عرفني جولسوم؟ البنت كان باين عليها انه هي منيحة. منين كنا رح نعرف انها هي بتكره خالتك لهالقد؟ مين بيقدر يتوقع هالشي؟ بصراحة انا حاولت نبه اصلي خانم بس هي كانت دائما. خلص خلص ماشي، خلينا نسكر هالموضوع. ماشي الحمد لله ما حدا صار له شي، الكل بخير. وبلا ما نحكي قدام فرهاد واصلي وننزعله مزاجه. ماشي. ها ليكن اجوا. Thank you.
أصلي؟ حبيبتي أنت منيحة مو هيك؟ منيحة منيحة. عليك العافية. شكراً لك. عليك العافية أصلي خانم. شكراً حبيبتي. تشربي شي أو تاكلي شي؟ شو بدك؟ بصراحة أنا جوعانة، ممكن أكل شي؟ أنت شو بدك قوليلي؟ بعمل لك أصلي خانم. ماشي، معناتها أنا رح أتحمم وغير ثيابي بعدين باكل، ما رح طول. الحمد لله. يلا تمددي ونامي إذا بدك. قلت إذا بدي. قديشك هيك لطيف ومحترم. تغير العصر دكتورة. استغربت لما قلت لك نرجع على البيت مو هيك؟ يعني ما عاد استغرب من كلامك. فكرت إنه أنت ما بتحبي تيجي لهون لأنه مالنا فيه ذكريات حلوة. يعني بصراحة كلامك صحيح. أصلاً كيف بدت الحكاية تبعنا؟ أنا أجيت لهون أسيرة مو برضاي، كل شي ناقص. بس يعني الإنسان بيتغير، أنت تغيرت وأنا تغيرت، هاد البيت تغير كمان وصار مختلف كتير. خليني أقوم أتحمم قبل وأخلص من القرف اللي أنا فيه. تغير كل شي فيكي. Thank you.